مارسيل وكارل كل شيء كنت معودتهم عليه ربيتهم عليه انتهى من 3 سنين. نادين الراسة تنهار من البكاء بسبب أولادها في أحد الظهور لها، وتروي معاناتها الكبيرة بعد طلاقها. أثارت الممثلة اللبنانية نادين الراسي جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقتها ضمن برنامج مع النجوم على قناة الآن. وفي بداية اللقاء تحدثت نادين عن سبب ابتعادها الطويل عن الساحة الفنية، كما تطرقت للحديث عن أخبارها الشخصية التي انتشرت كثيراً في ظل الأزمة التي عانت منها بعد طلاقها من الممثل اللبناني جيسكار أبي نادر. Are you okay? Yeah. You sure? وقالت نادين أنها عاتبة على الصحافة لأنها نشرت أخبارها بكثرة، لكنها ابتعدت عن الفن كي لا تتأثر مسيرتها الفنية. وفي سياق المقابلة تحدثت نادين عن ولداها الصغيران مارسيل وكارل اللذان غابا عنها منذ حوالي 3 سنوات، وروت معاناتها بسبب غيابهما، ولم تتمالك أعصابها فبكت بحرقة لأنها لم تسمع صوتهم منذ شهور عدة. صاروا 10 سنين و13 سنة، سنين تبعهم فرموا ما بعرف كيف فرموا، أنا حتى علبي بحط لهم سنينهم فيها. وأشارت نادين إلى أنها تحتفظ بأسنانهم القديمة الذين وقعوا عندما كانا لا يزالان معها، كما قالت أنها تتمنى أن تراهم ولو سراً، مشيرة إلى أنها كانت تنتظرهم كل يوم صباحاً لتراهم يصعدون في الحافلة للذهاب إلى المدرسة. وأضافت أنها في مرة من المرات التقطت صورة لهما، الأمر الذي جعلها تدفع ثمناً غالياً. وتابعت نادين أن ابنها الكبير مارك هو من يملؤ عليها البيت ويشعرها بالسعادة قليلاً في ظل غياب إخوته. أما على الصعيد الفني فقالت نادين أنها ستعود إلى الساحة الفنية قريباً من خلال مسلسل مع الممثلة السورية صفاء سلطان ونخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين. من جهة ثانية كانت نادين قد حلت ضيفة على برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الأغا مؤخراً، وتحدثت عن أصعب 3 أمور واجهتها في حياتها وهي الطلاقين وبعد أولادها عنها. كما قالت أنها ارتكبت أخطاء عدة بتسرعها وبعدها عن أهلها في فترة من الفترات. كذلك تطرقت للحديث عن الدراما اللبنانية مشيرة إلى أن العيوب الموجودة فيها هي احتكار الساحة لفنان واحد محدد واستغياب العديد من الأسماء والدفع القليل للفنان اللبناني.